الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى ما يسمى احتكار الشعراء مونوبسوني، وأرجو أن يكون فيه الفائدة لكم أحبتي الطلبة حيثما كنتم، وعلى بركة الله نبدأ. أن تحدثنا في مقاطع سابقة حول نظرية الاقتصاد الجزئي أو ما يسمى مايكرو إيكونومكس، عما يسمى المنشأة فيرم، الشركة المؤسسة، لكن باللغة العربية هكذا تعرف عليها علماء الاقتصاد العرب المنشأة في الاقتصاد، وأين يكمن موقعها على طيف المنافسة competition spectrum. وقد استخدمنا رسم التوضيح الآتي، هذه الآن طيف التنافس فيه، هنا البيع البيع، الشراء الشراء، البيع البيع، هناك يعني أشكال متعددة أو ما يسمى بهيكل السوق الآن. فعندما نتحدث عن البيع، المنافسة صفر بيع بما يتعلق بالاحتكار، احتكار القلة منخفضة المنافسة. في الشراء عندما يكون مونوبسوني أو محتكر للشراء بكون المنافسة صفر، في الشراء عندما يكون احتكار القلة في الشراء بتكون منخفضة. المنافسة في البيع عندما تكون منافسة احتكارية عالية، لكنها هنا عندما نتحدث عن منافسة تامة perfect competition فبتكون مطلقة. إذا لدينا أشكال متعددة من هياكل السوق، الاحتكار، احتكار القلة، احتكار الشراء، احتكار القلة في الشراء، المنافسة الاحتكارية، المنافسة التامة، ومسمى هنا monopoly, oligopoly, monopsony, oligopsony, monopolistic competition, perfect competition. فهذا طيف المنافسة. الآن حالة احتكار الشراء مونوبسوني معاكسة بالتمام لاحتكار البيع اللي هو مونوبولي. هنا مونو واحد، في حالة المونوبولي الاحتكار البيع، هنا مونوبسوني احتكار الشراء. يعرف احتكار البيع بأنه تفرد منشأة واحدة فقط بإنتاج وبيع سلعة ما، عادة ما تكون سلعة ضرورية وتبيعها لزبائنها المختلفين بأسعار تقررها المنشأة نفسها بناء على قاعدة اللي هو المارجن ريفينيو أو الإيراد الحدي يساوي الكلفة الحدية، مارجن ريفينيو إيكوال مارجن كوست. لكن في حالة الاحتكار المنشأة تذهب إلى منحنى الطلب، عندما يتقاطع منحنى المارجن ريفينيو أو الإيراد الحدي مع الكلفة الحدية، يعني كل منحنى الكلفة الحدية تحدد الكمية الواجب إنتاجها من قبل المنشأة الاحتكارية حتى تعظم أرباحها، لكن السعر يحدد من ذهاب المنشأة إلى منحنى الطلب وتحديد السعر منهم. تمارس منشأة احتكار البيع ما يسمى التمييز بالسعر price discrimination، ما يعني بأن محتكر البيع يفرض سعرا مختلفا للزبائن المختلفين. مثال على ذلك شركات بيع الطاقة الكهربائية، إذ تباع الطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة لشركات القطاع الصناعي مثلا، وتباع السلعة ذاتها بأسعار أعلى للشركات التجارية والقطاع المنزلي. أما احتكار الشراء كما ذكرنا فهو مضاد لاحتكار البيع، فهو تفرد منشأة واحدة فقط بشراء سلعة ما أو مورد اقتصادي معين. هنا المورد قد يكون عمالة، قد يكون أرض، قد يكون أي شيء من الموارد اللي تعرضنا عليها، فشراء سلعة ما أو مورد اقتصادي معين. مقارنة احتكار البيع بالشراء، هنا المقارنة البسيطة بما يتعلق السلطة المطلقة على السوق. محتكر البيع أمامه عدد كبير من المشترين، وبالتالي هناك في طريقة أو يعني وسيلة للتحكم بالسعر أمام هؤلاء المشترين. أما محتكر البيع أمامه الآن مقابل عدد كبير من البائعين، يعني هؤلاء المشترون هنا يريدون أن يشتروا من هنا من محتكر البيع، أما هؤلاء البائعون فيريد أن يبيعوا إلى محتكر الشراء. لنفترض على سبيل المثال بأن السيد كريم، اسم من الكرم، كريم يمتلك مطحنة للقمح في بلدة ما، كانت المطحنة الوحيدة الموجودة في البلدة، وكل مخابز البلدة تحتاج إلى كريم كي يبيعهم الطحين الضروري الذي يحتاجون إليه في صناعة الخبز. كانت الصنعة الوحيدة التي يتقنها أهل البلدة هي الزراعة والفلاحة، وخاصة زراعة المحاصيل الحقلية ومنها القمح الذي كان مصدر رزقهم وغذاء أساسيا في حياتهم. وكانت الأرض التي يملكها أهل البلدة واسعة لا تصلح إلا لمثل هذه السلعة، إذن يعني فقط القمح كان يعني وهي حالة نادرة أو
يعني مثال هو حتى نهون الفكرة بأذهانكم أحبة الطلبة المتابعين. فلدينا الآن هنا كريم لديه مطحنة، وأهل البلد والمخارس تحتاج إلى كريم كي يبيعهم القمح المطحون، وأهل القرية اللي فيها الآن المطحنة لا يطيل إلا زراعة القمح. نتابع. القمح هنا يمثل أي سلعة أو خدمة بما فيها قوة العمل، يعني فقط القمح كمثال، لكن يمكن أن ندعي بأن هناك مستشفى أو بأن هناك مؤسسة في بلد ما في دولة ما هي الوحيدة التي توظف شكل ما من أنواع العمالة. فإذا هو هنا السلعة التي تحدثنا سلعة مجردة، سواء كانت قمح أو خدمة العمالة التي تحتاج إليها المشأة. إذا الآن يسمى كريم في هذا الوضع الغريب محتكر الشراء مونوبسونيست كريم، لأن لديه المطحن الوحيد في البلد، وهو الوحيد الذي يشتري القمح من فلاحين ويقوم بطحنه في مطحنته وبيعه إلى المخابز. على المثال في هذا الوضع كريم يسمى محتكر الشراء مونوبسونيست، وهو المشتري الوحيد لسلعة القمح، ويمارس احتكار الشراء مونوبسوني، ويسمى في بعض الأحيان الباحث عن السعر برايس سيرشر أو صانع للسعر برايس ميكر، وهو المشتري الوحيد الذي يقابله عدد كبير من البائعين المتنافسين على رضائه. عرض السوق الذي يواجهه محتكر الشراء عندما يقرر شراء وحدة إضافية من سلعة يرغبها، فإنه يقارن الإيراد الإضافي اللي هم يسمونه مارجن ريفينيو من السلعة بما يدفعه ثمن الوحدة الإضافية، وبالتالي يقارن ما يمكن تسميته القيمة الإضافية من السلعة مارجنال ريفينيو برودكت MRSP مارجن ريفينيو برودكت. هنا يقارن هذا يعني كل وحدة إضافية يبيعها ضرب سعرها، هي كل وحدة إضافية تسمى مارجنال ريفينيو برودكت، يقارن هذا المحتكر الشراء يقارن مع الإنفاق الإضافي مارجن اكسبنديتشر او مارجن كوست فاكتور، بمعنى آخر إنه يقارن المارجن ريفينيو برودكت مع الكلفة الحدية الكلفة الإضافية على كل وحدة أو لكل وحدة يتم شراءها. يمكن صياغة هذين المفهومين كما يلي: أولا القيمة الإضافية مارجن ريفينيو برودكت هي القيمة النقدية للزيادة الحاصلة في الإيراد الكلي لمحتكر الشراء عند شراء وحدة إضافية من السلعة، وهو التعريف الضمني لمنحنى الطلب كما تذكرون أحبتي على السلعة. ثانيا الإنفاق الإضافي مارجن كوست فاكتور هو الزيادة الحاصلة في إنفاق محتكر الشراء عندما يشتري وحدة إضافية من السلعة. القيمة الإضافية هي الإيراد الحدي، والإنفاق الإضافي هو الكلفة الإضافية أو الكلفة الحدية كما نسميها. نتابع. يمكن وضع تعريف القيمة الإضافية اللي هي هون دلتا في القيمة الإضافية والإنفاق الإضافي دلتا إي إكسبندشر، يعني هنا دلتا فاليو هون دلتا إكسبندشر، في شكلين رياضيين عن السلعة كما يأتي. هنا الدلتا في اللي هي التغير في أو الزيادة على القيمة، هذه القيمة الإضافية تساوي المارجن أوف البرودكت ويساوي التغير في التوتال ريفينيو من جراء يعني شراء السلعة إكس وبيعها طبعا بالنسبة يعني هذا نسبة إلى هذا التغير في التوتال ريفينيو، التغير في الإيراد الكلي نسبة إلى التغير في كمية الشراء مضروب بالسعر، ويساوي مارجن ريفينيو الذي يأتي من بيع السلعة أكس مضروب في سعرها. هاي بنسمي مارجن ريفينيو برودكت اللي هو مارجن ريفينيو من بيع السلعة مضروب في سعر بيع السلعة هنا. أما الإنفاق الإضافي دلتا إي دلتا إكسبنديتشر هنا يساوي مارجنال كوست فاكتور اللي هو عبارة عن السعر في الكمية، يعني لاحظوا هنا التوتال كوست توتال كوست لأن برايس هنا هو سعر الشراء بالحالة هاي بالنسبة للتغير في الكمية المشترى، هنا المباعة هنا المشترى. يعلمنا مبدأ تعظيم الربح بأن مشتري السلعة يستمر في شراء الوحدات منها طالما بقي هذا المارجنال برودكت أكبر من مارجنال كوست فاكتور، يعني يجب أن يكون الإيراد الحدي من كل وحدة تم شراءها أعلى من الكلفة الحدية لتلك الوحدة الإضافية التي تم شراءها. يواجه كريم في سوق القمح حالة ليست مشابهة لحالة سوق المنافسة التامة، فهو المشتري الوحيد وأمامه عدد كبير من البائعين الكبار والصغار،
وله مصانع كبيرة وواسعة وقوية مع المخابز ومصانع الحلوى، وهو غني ومليء من الناحية المالية. كي يتمكن كينيا من الإيفاء بالعقود التي أبرمها أو سيبرمها مع أصحاب هذه الصناعات، فإن عليه أن يزيد من سعر شراء القمح إذا أراد من الفلاحين أن يزيدوا من إنتاجهم، ويكونوا على استعداد لبيع الكميات الفائضة عن حاجتهم لها. وعلى سبيل المثال، لاحظوا هنا المثال، هذه كمية السلعة، سعر البيع، الكلفة الكلية هنا، يعني سأبينها بعد قليل، والكلفة الحدية هنا. هنا الآن لنفترض أن الكمية صفر، فلا شيء يعطينا الصفر هنا عن معلومات. لكن إذا الآن أراد أن يشتري كريم وحدة واحدة من هذه السلعة، وكان السعر الآن هو 5، وبالتالي الكلفة الكلية عليه وحدة واحدة في 5. أن إذا أراد أن يعني يحفز الفلاحين أن ينتجوا وحدتين ويشتري يعني يريد أن يشتري هاتين الوحدتين، فعليه أن يدفع سعرا أعلى، ليس 5 فهو 6، وبالتالي الوحدتين في 6 يساوي 12. هنا الآن 5، لاحظوا لي أوكي، أما هنا الآن 2 في 6 12 الكلفة الكلية، وبالتالي الفرق بالكلفة الكلية اللي هو المارجنال كوست من 5 إلى 12 زاد عليه 7 فقط لوحدة واحدة. لاحظوا أنه هنا إذا أراد أن يشتري وحدة واحدة فكان السعر السائد هو أو الذي استطاع أن يقنع الفلاحين حوله 5، لكن إن أراد أن يشتري وحدتين فعليه أن يدفع سعرا أكثر، السعر الجديد هو 6 الآن، وبالتالي لأنه اشترى وحدتين سيدفع لكل شخص باعه 6 يعني 6 وحدات عملة، كأن نقول لكل وحدة، وبالتالي الكلفة الكلية على كريم بتكون 12، ما يعني الكلفة الحدية بتكون 7. لنفترض أنه أراد شراء 3 وحدات، وبالتالي يجب عليه أن يدفع سعر أعلى، فلنفترض بأن السعر كان 7، الآن 3 في 7 21، الكلفة الكلية والكلفة الحدية 9، و5 الآن ارتفع، عفوا، إذا ارتفع من 3 إلى 4 وحدات ارتفع السعر إلى 8، وبالتالي عليه أن يدفع 8 وحدات نقد لكل وحدة من هذه، وبالتالي الكلفة الكلية بتكون 8 ضرب 4 يساوي 32، ما يعني بأن الكلفة الحدية تساوي 11. هذا طبعا، عفوا، يعني أرجع هنا على هذه الآن ملخص أنه ما الذي يحدث الآن للسعر إذا أراد أن يحفز، يعني كريم إذا أراد كريم أن يحفز الفلاحين كي يزودوه أو يزود السوق بكميات أكثر، عليه أن يدفع أكثر، وبالتالي كلما ارتفع السعر، هذا السعر لا يمكن إلا أن يدفع للجميع، لا يعني لا نقول أنه 5 ثم ارتفع وهكذا، فمنكون 8 للكل، وبالتالي هنا الكلفة الكلية 8 ضرب 4 يساوي 32، وبتكون الكلفة الحدية 11. نتابع الآن، دعنا نترجم الأفكار إلى أرقام وبيانات، ونفترض بأن محتكر الشراء كان يواجه جدول كبير. هذه نفترض حتى نفهم عليه، هاي الكمية الآن من السرعة أكس كمثال آخر، يعني سعر الوحدة الآن لاحظوا لي هنا صفر لا يعطينا شيء، أي صفر، لكن إذا ارتفع من وحدة واحدة إلى 2 3 إلى 6، السعر لنفترض أنه كان يرتفع من 15 ثم 20 ثم 25 وهكذا ينتهي 40. فإذا أراد أن يشتري وحدة واحدة يحفز الفلاحين عليها، بدهم يدفع، يعني يحتاج إلى أن يدفع 15 وحدة نقدية مقابل هذه الوحدة. إذا أراد أن يشتري 2 فعليه أن يرفع السعر إلى 20، وبالتالي بدفع 20 لكل وحدة، هنا 25 لكل وحدة. لاحظوا لي أنه سعر الوحدة يرتفع، الإنفاق الكلي من قبل كريم ارتفع من 15 إلى 40 إلى 75، اللي حاصل ضرب يعني الكمية في السعر الجديد هلا، ثم إلى 120 وانتهاء ب 240. لاحظوا الإنفاق الإضافي اللي هو التغير في التوتال كوست لكل وحدة إضافية، لاحظوا هنا 15 25 35، اللي هو هذا مطروح منه هذا، هذه مطروح منها هذه، 120 مطروح منها 75، وهكذا حتى نحصل على هذه. ومتوسط الإنفاق لاحظوا لي أنه إذا يعني حاصل ضرب الإيراد الكلي أو الكلفة الكلية على كل على السعر، فبعطيني بحالي هاي متوسط الإنفاق يساوي السعر نفسه. ما نرى في جدول محتكر الشراء بأن التغير في الإكسبنديتشر أو بالإنفاق الكلي أكبر من السعر، وهذا السعر يساوي الأفرج إكسبنديتشر أو متوسط الإنفاق. لو رسمنا الصورة البيانية العلاقة بين الإنفاق الإضافي ومتوسط الإنفاق الذي يمثل عرض السلعة
التي يواجه كريم باعتبار يعني عرض السلع يواجه كريم باعتباره محتكر الشيء نحصل على الشكل الآتي. لاحظوا لي هلا هذا السبلاي هنا هذه الكميات المعروضة هنا السعر. كل ما زادت الكمية المعروضة اللي بطلبها كريم يرتفع السعر عليه، وبالتالي هذا السبلاي يساوي الأفريج إكسبنديشر هنا. أما الإنفاق الإضافي اللي هو المارجينال كوست منحنى الإنفاق الإضافي عليه فهو أعلى من السبلاي كيرف. سنبين هلا استخدام هذين المنحنيين إن شاء الله في المثال الآتي. التمثيل البياني هنا لاحظوا لي هنا الكمية هذه المطلوبة والمعروضة هنا سعرها، هنا الآن الديماند اللي هو يساوي مارجينال اوف برودكت، هذا الآن ديماند بالنسبة للي بيطلبه كريم كلما انخفض السعر زاد الكميات المطلوبة منه، وبالتالي المارجن ريفرين برودكت هو هذا منحنى الطلب. أما منحنى العرض هذا اللي هو شو اسمه السبلاي كيرف مقابل السعر. طبعا هنا الآن هذا مارجنال كوست فاكتور الكلفة الإضافية التي يحتاج كريم لأن يدفعها مقابل حصول على كل وحدة إضافية. لاحظوا التوازن الآن، التوازن الذي يحدث هنا هذا ليس هنا توازن إذا كان سوق تنافسي، لكن بالحقيقة لدينا أكثر من توازن هنا الآن. هذا لو كان في سوق تنافسية بكون عندي المارجنال كوست والمارجنال ريفينيو هنا تقاطع عند هذه اللحظة، وبالتالي هذا السعر الذي يدفعه price of competitive يعني firm أو perfect competitive، لكن السعر الذي يدفعه محتكر الشراء هو price of monopolist هنا. وهاي الآن النقطة لو بقي فقط لا يعني عند الديماند والسبلاي بلتقوا عند هذه النقطة بكون السوق التوازن في السوق التنافسية من غير أني أدفع يعني أو من غير أن يقوم كريم بدفع سعر إضافي لكل وحدة إضافية، هنا فقط التوازن الطبيعي. هذه الصورة البيانية. دعنا الآن نضرب مثال رياضي. نفترض بأن منظومة المعادلات الآنية التالية تمثل حالة الطلب والعرض في سوق القمح الذي تعامل به منشأة كريم. هذه الآن demand اللي هو السعر يساوي 80 ناقص كيو، والسبلاي هنا طبعا الطلب، هنا العرض سبلاي السعر يساوي 10 زائد 6 كيو. ترمز دي الآن معادلة الطلب وأس معادلة العرض. يمكن حساب التوازن في السوق التنافسي بمساواة الطلب والعرض ثم حساب القيم التي تحقق التوازن كما يأتي. هذا إذا سوينا الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة، هنا هاي الكميات المطلوبة 80 ناقص كيو تساوي الكميات المعروضة اللي هي 10 زائد 6 كيو. فبحدث بسيط جدا وجدنا بأن 70 تساوي 7 كيو، إذن كيو تساوي 70 تقسم على 7 وتساوي 10. هاي الكمية التوازنية في حالة سوق التنافسية التامة بتعويض كيو هنا بالمعادلة إما السبلاي أو الديمان بهذه المعادلة أو بهذه المعادلة نحصل على كيو التوازني يساوي 10. هذا الآن لو كان في سوق تنافسية هذا الديماند هاي السبلاي بكون عندي الكمية التوازنية 10 والسعر التوازن 70. لكن إذا الآن في عندي محتكر الشراء، في حالة محتكر الشراء تكون الحسابات الرياضية كما يأتي بيختلف شوية. الإنفاق الكلي هو السعر ضرب الكمية، ما يعني بأن حاصل ضرب P بمعادلة العرض يعطي دالة الإنفاق الكلي. من الآن من هذه الدالة أو معادلة العرض S اللي هي P تساوي 10 زائد 6 Q، 6 Q التي ذكرتها قبل قليل، نجد بأن Total Expenditure الإنفاق الكلي يساوي السعر في الكمية، ويساوي السعر هذا هو 10 زائد 6 Q هذه مضروبة في Q هذه، إذن Q مضروبة في القوس 10 زائد 6 Q وتساوي 10 Q زائد 6 Q تربيع. تعطينا الآن المشتقة الأولى لهذه الدالة الإنفاق الإضافي اللي هي هذا الدلتا E تساوي DTE يعني التغير في Total Expenditure على التغير في الكمية المنتجة أو المباعة المشترى تساوي 10. لاحظوا هاي 10 زائد 2 في 6 12 كيو. أوكي هذا الآن الإنفاق الإضافي، الإنفاق الإضافي Marginal Cost للحصول على الكمية التوازنية نساوي بين الطلب والإنفاق الإضافي في سوق احتكار الشراء. أي أن الآن 80 اللي حصلنا قبل قليل 80 اللي هو هاي معادلة الطلب 80 ناقص كيو
وتساوي الآن الإنفاق الإضافي 10 زائد 12 كيو، وبالتالي الآن 13 كيو تساوي 70. إذا النتيجة النهائية كيو ستار اللي هي الكمية التوازنية لمحتكر الشراء تساوي 70 على 13 تساوي 5.385، وهي الكمية التي تعظم أرباح محتكر الشراء. للحصول على السعر ما أبسط منها ما فيه الذي يفرضه محتكر الشراء على البائع، نقوم بتعويض الكمية في معادلة العرض كما يأتي الآن. برايس 10 زائد 6 كيو وتساوي الآن 10، نعوض عن الكمية التوازنية 5.385، بكون الكمية التوازنية التي تم الاتفاق عليها 42.31. التمثيل البياني لهذا الكلام كلياته كما يلي، وهو آخر سلايد. هذا الآن عند الكميات، لو كان السوق تنافسية كان السبلاي مع الديمان بيلتقوا هنا، فبتكون الكمية التوازنية 10 والسعر التوازن 70. أما لأن محتكر الشراء الآن يعني بده يوازن بين المارجنال كوست والمارجن ريفينيو برودكت من الديماند كيرف، فنقطة الالتقاء هنا، لكنه لا يرفع السعر إلى هنا، يذهب إلى منحنى العرض ويجد بأن الفلاحين مستعدين أن يزودوا هذه الكمية بهذا السعر هنا، لاحظوا لي، وبالتالي الفرق بيناتهم هو الربح الذي يحققه المحتكر الشراء. هذا المثلث بنسميه احنا الوزن الميت، ديد ويت لوس، الخسارة الوزن الميت. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا اكون قد قدمت الفائدة لكم احبتي الطلبة جميعا. ارجو ان ترجعوا الى هذا المقطع اكثر مرة حتى تتوضح الافكار، والى لقاء اخر قريب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.